تكنوز في تكنوز اليوم نحكيو على سمارتفون جديد لشركة كوداك اللي تعرفت دون لو طون باللي زاباري فوتو جتابل انوفو سمارتفون ديدييه للمصورين فقط واسمه كوداك اكترا فيه كاميرا دو 21 ميجا بيكسل من تالي والوفرتور متاحة F2.0 والكاميرا القدامية نلقاوها ب 13 ميجا بيكسل والوفرتور F2.2 ونلقاو زادا اللي شركة تلهيت برشا المرة هذي بالمظهر الخارجي متاع تليفونها جديد اللي نلقاوها ديزاين مزيان برشا وبغلاف جلد انيق جدا على شكل كاميرا كلاسيك. كوداك اكترا يكون في الاسواق من هنا لاخر العام وسومو باش يكون 449 اورو. هذا شنو كان عنا في تكنوز لليوم. لطيفه تقولكم باي تكنوز.